كان موسى قد استبق الزيارة بلقاء لجنة حكماء أفريقيا المعنية بإقليم دارفور. اللقاء تم خلاله استعراض الرؤى لحل أزمة الإقليم واستعدادات الاستحقاق الانتخابي في أبريل المقبل والاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر مطلع العام القادم. الوضع في السودان جنوبه وغربه كان على مائدة مباحثات الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ولجنة حكماء إفريقيا المعنية أساسا بإقليم دارفور والتي شكلها الاتحاد الإفريقي في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير. الاتفاق على زيادة التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لدعم السودان كان من أهم ما تمخض عنه هذا اللقاء، خاصة بعد توسيع مهمة اللجنة ليشمل الجنوب أيضا. التوافق الرأي قائم أنه لابد من أن يكون هناك دعم من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والإيجاد، وأنهم في كافة المحطات القادمة ستكون محطات مشاركة. لجنة الحكماء قدمت تقريرا مفصلا لموسى حول تقريرها الذي أصدرته العام الماضي لحل أزمة دارفور والتحركات المستقبلية قبيل الاستحقاق الانتخابي في شهر أبريل القادم والاستفتاء على تقرير مصير الجنوب مطلع العام المقبل وسبل جعل خيار الوحدة جاذبا لشعب السودان. أطلعنا الأمين العام على جهودنا لإحلال السلام في السودان لأن دور الجامعة العربية أساسي. هناك تحديات عديدة تواجه السودان مثل الانتخابات والاستفتاء، ولابد من إحلال السلام في دارفور. وتكتسب هذه التحركات قوة بعد الاتفاق السوداني التشادي على تطبيع العلاقات ووقف دعم كل طرف لحركات التمرد في الجانب الآخر. أعتقد أن الموقف في دارفور الآن جيد لتحقيق السلام، وهناك آمال معقودة لتحقيق الاستقرار قريبا. تتسارع الجهود العربية والإفريقية المشتركة لإحلال السلام الشامل في السودان سواء في الجنوب أو الغرب قبيل الاستحقاق الانتخابي هذا العام وقبيل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب العام القادم. من الجامعة العربية هشام حامد، النيل.